ومجموعة أصفار الدالة، ومجموعة أصفار الدالة. كتبت الدالة دي كده، نون س تساوي س تربيع سالب 25 على س تربيع سالب 5 س. وعايز هنا المجال بس، ولا عايز مجموعة أصفار بس، ولا عايز الاثنين؟ عايز الاثنين. المجال بيجي من المقام قبل الاختصار، قبل ما اختصر. مجموعة الأصفار بتيجي من البسط بعد الاختصار، عشان كده كده هتعامل مع بسط المقام. يبقى حل البسط وحل المين؟ طب مين الشاطر اللي لقيت تحليل في البسط؟ فرق بين مربعين. يبقى يساوي قوسين قد بعض، س وس، تمام؟ 5 و5 موجب وسالب. طب ايه التحليل في المقام؟ يعني الشرط، يعني السين عامل الشرط. يبقى سين سالب 5. في بعض الطلبة شاطرين السين سالب 5 مع السين سالب 5 قبل ما يجيب المجال. يجيب المجال الأول، يجيب المجال الأول. المجال يساوي، لا لا لا، قافل. ما ينفعش المجال أكتب من غير ما أكتب قافل بعد مصطفى هنا. يبقى المجال يساوي، لازم المجال، أولا المجال بيجي من مقام، لازم المجال اكتب حافر ح مع عدد اصفار المقام. السين اللي بره يبقى سالب، والسين سالب 5 تبقى موجب 5. ابدا اختصر دلوقتي، السين سالب 5 تروح مع السين سالب 5. الباقي في البسط هو اللي يجيب مجموعه اصفار، واللي هيجيب مجموعه ايه؟ اصفار، اسوي بالسين. يبقى السين موجب 5 يساوي صفر. طلع ده من بره عكس ايه؟ بس هتظهر على انه